المتحف الوطني بتعز، أعيد افتتاحه اليوم بعد إعادة ترميمه وإعادته للعمل وفتحه أمام الزوار. وبهذا الافتتاح اليوم تستعيد تعز جزءا من هويتها الثقافية. الميليشيات الحوثية استهدفت كل المعالم الأثرية في تعز، ابتداء من هذا المتحف الذي حلت عليه العديد من القذائف ودمرت كل نوافذه، وكان هناك استهداف متعمد وأحرق هذا المتحف، وتم أيضا استهداف قلعة القاهرة التي تعد من أهم المعالم الأثرية في على مستوى الوطن. كل يوم ومحافظة تعز تثبت أنها تتعافى وتصنع درجة في سلم الحياة، وعودة المؤسسات الثقافية والعلمية والتراثية تحديا للحرب وللدمار الذي تتبناه الميليشيات. تم إنجاز المرحلة الأولى بنجاح من قبل الوحدة التنفيذية في الهيئة العامة للآثار التي نفذت العمل من قبل ناس متخصصين في هذا المجال مؤهلين، والمرحلة القادمة إن شاء الله نحن نسعى لتكون مباشرة بعد المرحلة الأولى. استمر الترميم بهذا المتحف 8 أشهر بتدخل من الصندوق العالمي للآثار والمتاحف، بعد أن أحرق ونهب الكثير من مقتنياته بسبب حرب الحوثيين على هذه المدينة، مستهدفة كل أشكال الحياة التي ترى جميلة رغم المحاصرين لها.